افلامك اللي صورتها في روما ولا اللي شفناه ده كان حد غيرك؟ يا بنت انا افتكرت نفسي عملت عامل ايه ومش واخد بالي. ايه وانا مثلتيه؟ يعني معترف؟ معترف بايه؟ هو اللي يحب يخدم بلده يبقى عامل جريمه؟ دي افلام كلها مواعظ علشان الناس تعتبر. الظاهر اللي هتخليك عبره بقى. دور يا في تقديرك ماذا سيكتب عن مرتضى منصور؟ راجل محترم. ما بخافش. انا اسد ما بخافش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلقني اسد. رغم ان برج الجوزاء. شاهد يا بيت مناظر تشرح القلب من ريحه بلدنا. هو في هذا الشخص يا عبد الناصر سيرته الذاتيه ودخوله السجن اثر عليه عصبيا وجسديا وحاجات كتيره جدا. لما كان في وزير الوزير محترم وزير داخلية لما علمه الادب ودخل السجن وشاف اللي شافه تمام ودخل السجن وتخربق فالخربقه ديت مأثره عليه لحد دلوقتي. اتحفظ بس على الكلمه دي يا كابتن ما تنفعكي على الهوا معذره. يعني هو واضح ان هو يعني هو بيحب يركب مراجيح ما تعرفش يعني. فانا انت مش يعني مش فاهم هو بيحب يركب مراجيح كتير فانا مش فاهم هو عارف الاغنيه بتاع المرجيحه هو بيحبها جدا فهو عايز يركب مرجيحه بتاعتي. الله 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 يعني يروح مع نفسه كده يقعد في حته لان هو ما بيقعدش على رجليه ما بيقعدش خالص لازم يبقى متحرك بيرجع على رجليه كتير لان انت عارف لما واحد بيبقى فيه مشكله بيبقى ما يقدرش يقعد. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله يخرب بيتك يا عم طالب ابن ابوك يا ابن الكلب. هو دي مشكلته فلازم يعني يلم نفسه ادام هو الدنيا فيه حاميه عنده فلازم يعني يفكر اكتر من مره لما يجي يخبط في حد. سمان عظم انا هتلاقيني فوق دماغك وهتاخد 100 قلم على وشك وههزقك. انا بقول لك يا رساله انا ببعت لك رساله هاجي ههزقك. هوش هوش كفايه بيه كفايه ده بالمفتشر ده كل حاجه باينه بطل كل حاجه باينه يا بيه. ايه دي المواعظ اللي صورتها؟ انا ضحك عليا يا بيه قرونين ضحكت عليا. عمل لي انتر بروم يا سانتر. انتر مين ده انا طلعت عبله.